يا رب بقى ما يكونش لغم. بسم الله. وبعدين بقى يا رب يعمل ايه؟ انا مش قصدي والله. لا انا مش عايزاكي تتضايقي، كلها الغاب. طب ناخد اول بوكس، حظك والله. معلش. بسم الله. انا اسفه. قال لك ايه؟ شايفه ان في ست تقدر تغير راجل للاحسن ولا اللي فيه طبع مستحيل اللي يتغير؟ طبعا اللي فيه طبع مستحيل. لا يمكن اللي فيه طبع يتغير، لا يمكن. لانه اتولد في ناس كتير بتتغير. اللي اتولد بطبع، اللي بيحب بيتغير. تفتكر؟ طبعا افتكر طبعا. ما اعرفش سواء راجل او ست، بس اللي بيحب حد بيتغير عشان للاحسن. والله يمكن، معرفش. ما جربتش. ما حدش راضي يتغير. معرفش والله عظيم معرفش. اكتر حاجه بتكرهيها في الراجل ايه؟ بصي، الرجوله لا تتجزأ. الرجوله فيها كل حاجه، فيها الاخلاص، فيها الوفاء، فيها الشهامه، فيها الطبطبه. ولكن لما تلاقي بقى المواصفات دي كلها في راجل، هل ممكن المواصفات دي موجودة النهاردة؟ موجود يا رب إن شاء الله. أتمنى. أكيد موجودة يا رب إن شاء الله. أتمنى. وأكيد أكيد أكيد في ناس كده، أكيد في ناس كده أكيد. كان عندك مواصفات لفتى أحلامك قبل كده؟ فتى أحلامي؟ أه؟ يا ست صلعني. لا قبل كده يعني، مثلا قبل ما تتجوزي خالص، حد معين كان في دماغك؟ لا والله عمري ما حلمت، والله عمري ما حلمت بأي فتى أحلام ولا حاجة. عمري ما كانش عندي. كان شغلك عندك أهم؟ كانت أحلامي كلها مختلفة. كانت أحلامي كلها أن أنا ألعب كمانجا. طبعا عمرها ما كانت هتتحقق أن أنا أعمل باليه مائي ده اللي أقول. عمرها ما كانت هتتحقق. ليه؟ يعني ليه؟ فين بقى في مصر يعني أعمل الرأس اللي على المية ده فين يعني؟ كنت بشوف الكلام ده كنت بحلم بيه. لكن تطورت ان انا طبعا عرفت اعزف كمانجا وتعلمت عزف الكمانجا وبعدين البيانو. القراءه وتعلم اللغات بالذات الفن الروسي. اشمعنى؟ لما كنت بشوف الافلام انه عايزه اعرف اللغة من الأديب نفسه، فتعلمت إن أنا أقرأ لدوستويفسكي، أقرأ المزيكا وأسمع المزيكا دي لتشايكوفسكي. يعني العالم دي أنا كنت بحلم إن أنا فعلاً أغوص أدخل في العالم بتاعهم ده. أعظم أدب، الأدب الروسي، الباليه الروسي، السيرك الروسي، الحاجات دي كلها أنا كنت فعلاً متيمة بيها جداً جداً. آخر لفظ